السلام عليكم. اليوم نروح لولاية جيجل ونعود إلى مشروع إنشاء حديقة عمومية ضخمة كبيرة، يعني بحجم كبير، على ساحل مدينة العوانة، واللي كانت من قبل كانت منطقة غابية مهملة، الآن يتم تهيئتها لتصبح حديقة عمومية جديدة تطل على الساحل العوانة وكذلك تطل على ميناء العوانة الجديد. إذا خليكم تابعوا هذا الفيديو ليعطينا فكرة عن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع. والسلام عليكم.